صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معايا على قناتي وقناتكم ايفالوكس دي زد. نهار جديد، فيديو جديد، وصفه جديده، ان شاء الله يا ربي تعجبكم. اليوم جبت لكم الوصفه اللي طلبتوها مني بزاف، اللي هي وصفه الديول ولا وصفه ورق البسطيله ورق البوراك، كل واحد كيفاش يسميها. اليوم انا جبت لكم الطريقه اللي انا نعتمدها بزاف، يعني انا في الاعمال تاعي دائما سواء نستعمل هذه الطريقه سواء نستعمل الطريقة التقليدية ولكن بالنحاس، يعني لما كانتش السنيوة نتاع النحاس أنا ما نستعملهاش. على هذا، هذه الطريقة هي البديل اللي يكون واجد عندي، قد نوجده يعني 5 دقائق 10 دقائق قبل ما نوجد البوراك تاعي ونقليه. هنايا الفكرة تاعي تاع اليوم هي نو سولمون غوسيت ريوسيت نتاع ديول، ولكن فكره نتاع نكهو ونسمو الاوراق تاع الديول تاعنا او اوراق تاع البسطيله تاعنا. انا اليوم جبت لكم نوعين او بيان شكلين من التنسيم، وانتوما ممكن تفتحوا اقواس وتحطوا فيها واش حبيتوا، وممكن انكم تنسموها بشي اللي يناسبكم. مثلا انا اليوم استعملت فلفل احمر ولا بابريكا، واستعملت اعشاب منسمه. انتوما قادر مثلا انا من تكون كاينه بسطيله نتاع الحوت نستعمل كنور ولا ماجي نتاع الحوت. مثلا اذا كنت حابه نستعملها كحاجه حلوه مثلا صامصة، ولا نستعمل فيها عطر اللوز الحلو او كراميل او الشيء اللي يناسبكم. اول حاجه في لاغوسيت، الورقه تاعي انا ما ندهنهاش بالزيت، يعني تبقى لي طريه وتبقى لي متفرقه على اختها بلا ما ندهنها بالزيت، يعني كاريمون تنحيها من الطاس وتعاودي تغطيها وخلاص، يعني من بعد تعاودي تستعمليها تصيبيها طريه واجده، الحواش تاعها ماشي يابسين ماشي معجنه، يعني رائعه رائعه رائعه. انا هنا واش نحتاج؟ عندي كأسين نتاع فارينا، عندي معاها كأس ونصف ماء. كأس ونصف هو كافي، يعني ما راحش تزيدي عليه قطره، حتى ولو كانت الفارينة تاعك تشرب ما تشرب ما راحش تعطيك هذاك الفرق الكبير، كأس ونصف هو كافي. عندي هنايا ملعقه كبيره نتاع حليب غبره، وهذا الحليب غبره هو اللي راح يعطيني الماده الدسمه باش ما تخليهاش تتلاصق بلا ما ندهنها. عندي ايضا ملعقه كبيره نتاع نشا او مايزينا. النشا راح تعطيها قرمشه وراح تعطيها هذيك العمليه المطاطيه اللي كاينه في ورق تاع الديول. ايضا عندي شويه ملح. هنايا في بول راح نوضع الفارينة تاعي، راح نضيف لها المكونات الجافة اللي هي حليب غبرة والمايزينا والملح، وراح نضيف الماء وتو سامبلومون راح نضربها بالبرا ميكسيها، يعني راح نميكسيها 2 مينوت 3 مينوت ماكسيموم. اون فوا نشوف الخليط تاعي، شوفوا كيفاش يرجع كي شغل ليكيد كيما الكريب، يرجع هكذا شويه خفيفه على البغرير. فهذيك الساعة راح نغطيها ونخليها لطول اللي راح نوجد كيفاش راح نطيبها. انا هنايا عندي قدرة راح نوضع عليها المقلة تاعي، ضروري هاد العملية، يعني ما راحش تنجح لكم الوصفة الا وضعتوها ديراكتومون المقلة تاعنا وبيا هذه تاعنا فوق السنيوة اللي نخدموا عليها فوق النار مباشرة، او حتى بعازل يعني يكون بلاك ولا حاجة، ما راحش تنجح لنا لانها راح تيبس وراح تطلب منا ديك الساعة ان ندهنوها. على هذا الطياب على البخار هو انجح طريقة باش تخرج لكم ورقة ناجحة وتبقى لكم بزاف. الوغ هنايا راح نوجد الطاس تاعي، القدره تاعي، نخلي عليها الماء يغلي ونوضع عليها هذاك المقله تاعي. هنا الكميه اللي درتها نتاع الديول راح نقسمها الى قسمين. الان راح نقسم الكميه تاعي تاع الديول راح نقسمها الى قسمين. قسم راح نوضع فيه ملعقه صغيره تاع اعشاب منسمه. هنايا ممكن تاخذوا الاعشاب اللي تناسبكم، انا هنايا نرحيها في الدار. عندي هنايا اوراق ريحان ناشفه، اوراق رند ناشفه، اوراق زعتره، شويه زعتر، ممكن نتوما تشروها ديريكتومون في تتباع برا اعشاب منسمه، ترحوها فقط غير شويه ماشي بزاف، ما تخلوهاش هكذا باش ما تقطعناش الورقه، وما تروحوهاش كامل غبره، يعني غير شويه، او تبريباروها عندكم كيما نبريباريها انايا.
وعندي الكمية الثانية وبين النصف الثاني راح نستعمل فيه بابريكا، راح نخلطهم مليح مليح، صدقوني راح يعطوكم بنة ورائحة ونسمة في ديك البوراك وبين داك البسطيلة وبين داك الورقة تاع البسبوسة تاعنا، روعة من أروع ما يكون. انا هذه الورق نتاع البابريكا نستعملهم سورتو في البريك العنابي، يجوا هايلين. بارفو نكونوا ناسين باش ندهنوها بالهريسه، بارفو تكون عندنا، بارفو ما تكونش عندنا. الوغ انا هكذا راني ضامنه باللي الورقه تاعي ديجا حاره. الوغ وشفتوا كي ندهنوا البريكا بالهريسه، كي نجيو نقلوها هذيك الهريسه تخرج وتبقى تعطينا لون مشي مليح في الزيت، يعني تعذبنا بالبزاف. ولكن اون فوا نسمو الورقه صدقوني تعطيكم احلى بريك عنابي راح تذوقوه. الوغ هنايا بعد ما خلطتهم راح نوضعهم في سنيوه قدامي في الغاز، يعني راح ننظم اموري. راح نوضع لي دو بول تاعي تاع الورقه، راح نوضع هنايا سيرفيات وبيان سربيتا، راح نوضع عليها باش نغطي، باش اون فوا نحط عليها الورقه راح نغطيها بلا ما ندهنها. وراح القدره تاعي راها فوقها هنايا المقله باش بالبانسو راح نمسح هاد الورقه تاعي هنايا تو سامبلومون. راح نرفد كميه بالبانسو وراح نمسحها يعني بلا من عادي، يعني بطريقه عشوائيه هكذا مسح لي سونسي، ما تخلوش في هذوك لي بول هذوك باش ما ولا دوك القطرات باش ما تخرجناش هكذا الورقه معايبه، تخرج لنا الورقه مليحه وباهيه. الوغ هكذا راح نمسحها كامل. هنا حاجه فقط، نقصوا النار كامل، يعني كامل تنقصوا لها. وتاني حاجه هنايا الاطراف نتاع يعني سواء في هذه الوصفه او وصفه اخرى انتما كنتو تعتمدوها، الاطراف نتاع الورقه الا كنا راح نوزعوا العجين على المقله يعني طبقه واحده، الاطراف يكونوا طبقه زايده عليها هكذا باش ما ينشفوناش. حتى من بعد لو حبيتوا تمقصوهم ماهيش مشكل. الوغ راح نمسحها كامل انفوا، راح نشوفها نشفت فقط، يعني ماشي حتى الطيب كامل وتيبس لي. انفوا نشوفها نشفت راح نحيها، راكو تشوفوا نخدم غير بيد وحده، راح نحيها نوضعها فوق السيرفيت ونغطيها بالك حتى بلا ما نعاودها ولا بلا ما نسقمها ولا بلا ما من نسرحها ولا في خاطر نعاود نولي نسرحها عادي، لانها ما راحش تتلاصق لي وما راحش تعذبني. فوالا انا راح نكمل كامل الكميه اللي عندي. فوالا بعد ما كملتها كامل راكو تشوفوا كيفاش يجوا هايلين شفافين ماشي متلاصقين، يعني هنا ما دهنتهم ما والو، يجوا شابين. هذيك النسمه تبقى تمد في هذيك الريحه تاع الاعشاب رائعه، تعطي نسمه هايله في الورقه. شوفوا كيفاش تجي خفيفه وما تتلاصقش، راح نفتحها قدامكم راكو تشوفوا كل وحده متفارقه على اختها، ما تقطع لكم ما تضيع لكم حتى ورقه، ويجوا خفاف ويجوا باين هايلين. ما من تقلوهم ولا توضعوهم في الفور ولا من اروع ما يكون، لان هذيك المايزينه هي اللي راح تعطيهم هذيك القرمشه. بلا ما تدهنوهم بلا والو دخلوهم في الفور يعطوكم اروع بوراك وبيان بسطيله وبيان الشيء اللي يناسبكم. هاكو تشوفوا كيفاش يجوا هايلين شفافين. نتمنى ان شاء الله تجربوها، صدقوني هذه هي الطريقه المعتمده عندي. من ان شاء الله ما نكونش بخلتكم بحاجه، تجربوها ان شاء الله وتنجح لكم وترجعوا عليا بالخبر، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.